بسم الله. من الحاجات الجميلة في ريفت 2019 ان هو بدأ يحط لي التاب هنا، تمام؟ يعني الاول لما كنت عايز اتنقل من فيو لفيو لما كنت ادوس كنترول تاب او اعكسها كنترول شيفت تاب، او ان انا اجي هنا وابدأ ابدل بينهم. دلوقتي بقى موجود بالشكل دوت، كل ما تفتح فيو بيبدأوا يظهروا قدامك، فده بيتيح لي خاصية جميلة جدا ان انا ابدل بسرعة، تمام؟ زاد حاجة إضافية لو أنا عندي شاشتين وموصلهم ببعض، بكل سهولة أقدر أسحب دوت التاب دوت وأروح ناقلها لشاشة تانية، فيبقى عندي بسهولة جدا حطيت فيو في شاشة والفيو التاني في شاشة أخرى، ويبقى بالنسبة لي أقدر أشوف مثلا الـ 3D والـ 2D في نفس الوقت. دي من الحاجات اللي عجبتني في ريفت 2019.